وينضم إلينا أيضا مشاهدي الكرام عبر الهاتف الدكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية. بعد التحية دكتور أيمن، نتحدث عن خسارة سنوية للقارة الإفريقية من 7 إلى 15 مليار دولار، ونتحدث أيضا عن افتتاح هذه الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، ونتحدث عن حضور كبير من وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من 81 دولة بجانب 4000 مشارك من كبار رجال الأعمال. إذن نتيجة لهذه الأرقام، ما الاستثمارات المتوقعة أن تحدث نتيجة لهذه الاجتماعات؟ والله هو الدبلوماسية الاقتصادية المصرية الحقيقة بقيادة سيادة الرئيس السيسي وبأجنحتها المختلفة من وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي، البنك المركزي المصري والمالية، بتسعى دايما للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولي متعددة الأطراف ومع شركاء التنمية من اجل يعني ان احنا نقدر نجيب تمويلات لتمويل مشاريع التنميه المستدامه في مصر. الرئيس الحقيقه في الكلمه بتاعته اتكلم على اولا الاحتياجات التمويليه الافريقيه بشكل عام. احنا عندنا في افريقيا علشان نقدر نصل الى يعني تمويل مشاريع التنميه المستدامه بشكل يليق بالقاره الافريقيه وبشكل يعالج مشاكل التنمية الموجودة فيها، فاحنا محتاجين على الأقل 200 مليار دولار سنويا. لو بنتكلم على يعني معالجة باقي الآثار اللي هي موجودة اقتصاديا لكوفيد 19، فبنتكلم في 144 مليار دولار سنويا. ولو بنتكلم على مشكلة المشاكل في القارة الإفريقية وهي تهيئة وتحديث البنية الأساسية، فاحنا محتاجين على الأقل عن 108 مليار دولار سنويا. الحقيقه الدبلوماسيه الاقتصاديه المصريه زي ما قلنا بتسعى ان هي تصل تمويلات ليس فقط لمصر لكن لجميع شركاء التنميه الافريقيين، وده كان تحت صراحه في يعني قمه شرم الشيخ كوب 27 للمناخ، واللي هي قررت انشاء صندوق لتمويل تعويض الخسائر والاضرار، وده للدول المتضرره من الفيضانات والكوارث المناخيه. مصر ايضا بتسعى يعني انها تعطي المثل في عمليه تمويل المشروعات التحول الاخضر، مشروعات الهيدروجين الاخضر، مشروعات الطاقه البيئيه، وشفنا المنصه اللي اطلقتها منصه نوفي وزاره التعاون الدولي، مشروعات الطاقه البيئيه مجديه اقتصاديا على شركاء التمويل الدولي، لان دايما احنا كنا بنشتكي انه التعامل مع شركاء التمويل الدولي كان دايما بيبقى على اساس انه هذه المشروعات مهمه ولكن بدون التركيز على جدولها الاقتصاديه. ومن هنا برضه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم على انه المؤسسات التمويليه متعدده الاطراف الدوليه مطالبه الحقيقه بان هي يعني تعتمد او يعني تحد من معاييرها لمعايير المنح المديرات المختلفة مشروعات وبالذات مشروعات التنمية الاستدامة التحول الأخضر من أجل إتاحة فرص أكبر للدول المنخفضة ومتوسطة الدخل. طبعا بناء على وخاصة دكتور أيمن، هذا يدعونا إلى نقطة أخرى وهذا ما حدث في مصر، أن البنية التحتية المكلفة جدا قامت بها الدولة المصرية، وبعد ذلك يتم دعوة القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمارات والمشروعات. إلى أي مدى هذا الأمر من الممكن أن ينفذ على أرض الواقع في الدول الإفريقية الأخرى؟ والله هي زي ما سيادتك ذكرتي أن جمهورية مصر العربية دائما بتعطي قدوة مثلا، واحنا بنتكلم على يعني تمكين وتحفيز القطاع الخاص، احنا عندنا وثيقه مهمه جدا وهي وثيقه ملكيه الدوله، وهذه الوثيقه الحقيقه بتعطي مثل لباقي الدول، احنا حددنا فيها ما هي المشروعات اللي يجب ان الدوله المصريه تتخرج منها خلال 3 سنوات، ما هي المشروعات اللي على الدوله المصريه ان هي تظل موجوده فيها مع زياده الاستثمار. طبعا اعطاء القطاع الخاص، ولكن القطاع الخاص مع هذه المشروعات، واهم هذه المشروعات هي مشروعات البنى التحتية، وبتحدد المشروعات اللي الدولة هتقلل استثمارات فيها مع إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص، وهي ما يسمى بمشروعات البنى الفوقية. البنى الفوقية بمعنى إقامة مصانع، إقامة يعني محطات تحلية، إقامة كل المنشآت الاستثمارية هي خاصة بعملية التحول الأخضر، لكن لها يعني مش عايزين نقول مردود سريع، لكن اسرع من مشروعات البناء التحتيه. لكن طبعا البناء التحتيه
زال جمهوريه مصر العربيه او الدول الافريقيه بتعتمد فيها على تمويل ذاتي، وبناء عليه هنا بقى بيجي دور مؤسسات التمويل الدولي ومؤسسات التمويل متعدده الاطراف من ان هي تدعم هذه الدول، وان هي تقوم زي ما قلنا بتحديث يعني المعايير الخاصه بها من اجل توفير اولا حلول تمويليه. حلول تمويليه بمعنى انه تبقى القروض تبقى يعني زي ما نقول متركبه على الاحتياجات التمويليه، ومن اجل خفض مخاطر عمليات التمويل، وطبعا خفض المخاطر بيكون عن طريق ربط المشروع الممول بجهه التمويل او بالتمويل الممنوح. وسيادة الرئيس اليوم تحدث عن انه لابد من مراجعه شروط القروض. نعم، ومهم جدا التركيز على تكلفه الدين وتكلفه الطاقه، وان دور مؤسسات التمويل الدولي هو مسؤول طبعا مش نقول تخفيض تكلفه الدين بشكل كبير، لكن ممكن نقول محاوله اعطاء الدول الافريقيه الدول الناميه يعني تمويلات باسعار معقوله، لانه في النهايه هذه الدول هي الاكثر تضررا من تغييرات المناخ وهي الاقل تسببا. نعم. طيب دعنا نتحول إلى نقطة أخرى، وهي أيضا من ضمن الموضوعات التي يتم الحديث عنها ونحن نتحدث عن هذه الاجتماعات، وأيضا ضيوفنا الكرام بدأوا الحديث عنها، وهي فكرة التكامل بين الدول الإفريقية ببعضها البعض. إلى أي مدى هذا التكامل من الممكن أن يحدث في الوقت القريب بشكل كبير؟ وهذا بالتأكيد حتى يحدث تكامل إذن لابد أن يكون هناك أمور متبادلة بين الدول. هناك عدد كبير من الدول الإفريقية تحتاج بداية أن تقوم بإصلاح البنية التحتية الخاصة بها، إذن إن تم إعادة النظر في الشروط الخاصة بالقروض وتم عمل بنية تحتية وبعد ذلك هناك المزيد من الاستثمارات، هذا التكامل من الممكن بإدارة الأعمال بشكل جيد جدا أن يحدث تقريبا بعد أي فترة زمنية؟ والله هو يعني مسيرة التكامل الأفريقي ومحاولات ايجاد هذا التكامل بشكل مدرج هو يعني موجود وموجود من فتره طويله، كانت رائده لي من ايام منظمه الوحده الافريقيه ايام الرئيس صلاح الجمال عبد الناصر، ثم بعد كده مسيره طويله لغايه لما وصلنا الى الكوميسا اللي هي السوق المشتركه للجنوب والشرق الافريقي، ومصر كانت رائده فيه، ومصر تولت رئاسته في 2001 ثم تولت رئاسته مره ثانيه بعد 20 سنه في 2021. هذا التكامل اولا هو بيقوم على اسس اقتصاديه، نعم. اسس نفعيه، بمعنى طبعاً. انه الدول الافريقيه اولا بترتبط يعني نقول التقارب مكاني، بس المفروض يكون في سهوله او الانتقال بالطيران او يعني المشروعات اللي بنسمع عليها كل شويه اللي هو يعني اما الربط بطرق سريعه او بطرق سكه حديد. ثانيا ان كل دوله افريقيه عندها ميزه نسبيه في منتج معين، وللاسف لغايه النهارده الدول الافريقيه ما تزال بتصدر كميه كبيره من صادراتها في شكل مواد خام. ولما نرجع للتوجيه لسياسه الرئيس عبد الفتاح السيسي اعطاه انه جمهوريه مصر العربيه يجب ان تحاول ان تتوقف عن فكره تصدير المواد الخام وتقوم بتصنيع هذه الخامات، لان في النهايه اي منتج عند حضرتك بيبقى الماده الخام، وكل ما هذا المنتج يعني اعلى في التكنولوجيا كل ما نسبه الماده الخام او نسبه سعر الماده الخام بالنسبه لسعر تتكلم بعض المنتجات اقل من 5 او حتى 1%. فعمليه التكامل الافريقي هي مصر كانت رائده فيه، ومن المنتظر انه مؤسس وبالذات بنك التنميه الافريقي يلعب دور مهم في عمليات يعني تنميه التجاره البيانيه، هي لسه لسه ما بتمثلش نسبه كبيره من التجاره البيانيه بين الدول الافريقيه والعالم كله، فمحتاجين نزود نسبه التجاره البيانيه ما بين الدول الافريقيه وبالذات الدول اللي هي الدول بتقع في البحر ودول الداخل. نعم دكتور أيمن، يبدو أن الاتصال قد انقطع بدكتور أيمن غنيم أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، لكن بالتأكيد على كافة الأحوال جزيل الشكر له على هذه المداخلة وهذه المعلومات.